في النهائية الغزلان ديالي ديال المحيشة كي جات تبارك الله، جات رائعة، جات واعرة، ما شايفكم شي. نتمنىكم تدعموني وكان بغي نطلب منكم تدعموني، والله يسهل علينا وعليكم، وديروا لي ابوني وشكرا بزاف، راكم مشكورين وعزيزين وغاليين عليكم. لاباس بخير، كي دايرين؟ هانيين دايرين مع الوقت؟ لاباس عليكم، اموركم هانية، وليداتكم لاباس؟ مرحبا بكم معي في قناة شيوات فاطمة المغربية. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم في المحيشه مملحه. عندي هنا 3 كيسان ديال الدقيق، عندي هنا كاس ديال الفينو، عندي قبيصه ديال الملحه، عندي معلقه ديال السنيده، عندي نص كاس ديال زيت العود. الحشوه ديال المحيشه عندي كنحتاج ليها بصله مقطعه، كنحتاج جوج فلفلات هما مقطعين، عندي هنا شويه زيتون ديال مقطع، عندي هنا صدر ديال الدجاج مقطع رقيق حتى هو كنحتاجو فهاد الحشوه. هاد المكونات هذا ديال المحيشه خصكم تدرقوهم مزيان، تقطعوهم مزيان وتدرقوهم بحال هكا باش ما يقطعلكمش الحشوه ديال المحيشه. انتم المشاهدين ديالي الغاليين العزاز عليا، ندوز دابا نعجن العجينه. ملي تبداو تخلطوها ان شاء الله بحول الله الرحمن الرحيم، عجنوا هاد الكوها مزيان بحال العجينه ديال المسمن. بسم الله بسم الله والنبي رسول الله، الزكاة والبركة يا سيدي ربي، الله يقوي علينا وعليكم الخير يا مولانا في هاد العواشر. دابا غادي نبدا نعجنها، ندلكها مزيان بحال لي غادي ندير عجينة ديال الملول. والما عينكم ميزانكم ما تجربهاش بزاف حتى تدلكو العجينة مزيان وتعرفوا العجينة واش قاصحة ولا خفيفة. دابا انا غادي نبدا ندلك ان شاء الله بحول الله. مشاهدين ديالي الغاليين عليا، تبعوا معايا الطريقه، دعموني الغاليين ديالي اللي متبع الطريقه ديالي من الاول حتى الاخر ودعمني ودار المشاركه. الله يجعل سيدي ربي يسهل عليه ويخلي له وليداته، الله يفتح له ابواب الجنه ان شاء الله في وجهه في الدنيا والاخره. الله يسهل عليكم مصعب اخواتي الغاليين داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، الله يسهل عليكم. انا جمعت العجينه، انا غادي نعجن لك دابا واحد شويه ونوريكم الطريقه ديال العجينه كي جات ديال المحيشه. هي راه كتبغي تدليك. درت الزيت سخون المشاهدين ديالي باش ندوز ان شاء الله نطيب الحشوه ديالي. شاهدوا معايا المشاهدين، انا ما اخترتش الزيت، الزيت غير شويه. العجينه انا كندلك فيها دلكها مزيان المشاهدين ديالي، ملي ندلكها ان شاء الله غادي نخليها تستريح مزيان باش تجينا ساهله في الطليق. وغنشارك مع اخوتي من الاول حتى الاخر ان شاء الله الغزلان ديالي. الله يجعل سيدي ربي يسهل عليكم، راكم غاليين وعزاز عليا، اللي دعمني كله واللي دار المشاهده واللي ما دارليش حتى هو كنشكرو بزاف. الله يجازيكم في هاد العواشر ويطول عمركم. انا دلكتها المشاهدين، انا دابا غادي نخليها ترتاح وندوز ان شاء الله نطيب الحشوه. هي درتها في المكات السريع. هاد الحشوة تبارك الله كتجي رائعة في المحيشة ديال الخضر، الفلفلة والبصلة تبارك الله كتفاجي على الخطر في هاد رمضان. ديروها لوليداتكم وديروها لفطوركم، معادي ندموش عليها، فطرو بها تبارك الله كتجي رائعة. اللي درتو في داركم تبارك الله راه كيجي واعر ونقي وجديد تبارك الله ورائع هادشي. صلى على النبي اللهم بارك. هانتوما المشاهدين ديالي، أنا كنطيب دابا الحشوة، شي ساهل واقتصادي تبارك الله، اي امراه تقدر ديرها في دارها لوليداتها في رمضان. فرحوا وليداتكم، الله يفرحكم في الدنيا والاخره، الله يدخلكم ابواب الجنه ان شاء الله. ليس صعب علينا يا ودي شي حاجه علينا وعليكم يا جميع المسلمين. الغزلان ديالي الغالي، العطريه الغاليين ديالي واحد شويه ما تقطعش، ترش العطريه بزاف. درت الخرقوم، انا غادي ندير واحد شويه ديال التحميره حتى هي، المعلقه صغيره ديال التحميره. غادي ندير واحد شويه تاهي ديال الابزار، غير واحد شويه ما نكثرش الابزار باش ما يجيناش هادشي حار، غير واحد شويه ديال الابزار ما تكثروش العطريه. درت الحشوه طيب، ملي غادي يطيب الحشوه ان شاء الله غادي نخليها تبرد، ملي غادي تبرد غندوز ان شاء الله نكمل معكم المراحل ديال المحيشه. الحشوة طيبناها المشاهدين ديالي، وخليو الحشوة حتى طيب مزيان وتنشف مزيان حتى تولي ناشفة باش ما تخسرلكمش العجينة ديال المحيشة. عندي هنا جوج فرماجات مثلثين مثلثات، عندي هنا
الشعريه الصينيه مقطعه، طيبته في الماء طيب وقطعتها رقيقه. شاهدوا معي المشاهدين شوف هادشي كيجي رائع تبارك الله. ايوا المشاهدين ديالي الغاليين، الطريقه ديالي تبارك الله كيجات واعره، ومازال نكمل لكم المراحل ان شاء الله حتى الاخر. انا غادي نخلط الحشوه نخليها تبرد، وملي تبرد ان شاء الله ندوز نعمر بها الحنشه ديالي ان شاء الله الى سهل مولانا. طبقت ارتاحت العجينه، انا غادي نقسم على 4 الكويره ان شاء الله ونشغل بها هكا المشاهد ديالي على 4 الكويره ان شاء الله. هاد المحنشه ان شاء الله تبارك الله كتجي غزاله، كتجي فنه تبارك الله فنيونه. إلا جربتوها تبارك الله ما تسغناوش عليها، دائما تبقاو ديروها في ديركم تبارك الله. هادشي راه رائع تبارك الله كيجي، اللهم بارك بالطريقه ديالي المشاهدين ديالي ان شاء الله حتى الاخر انا معكم، ودائما ان شاء الله حنا في الجديد غنبقاو دائما في الجديد معكم ان شاء الله. والغاليين ديالي وتبعوني وديروا لي الدعم ديالكم، الله يسهل علينا وعليكم ولجميع المسلمين. دابا نخليهم يسترحوا ندوز ان شاء الله نشغل بيهم. بعد ما ارتاحت العجينه انا دابا دوزت كنورق في العجينه، شاهدوا معايا المشاهدين هذه العجينه مورقه ساشي تجي غليظه. ندوز معاها بهذه الطريقه هذا هكا كامله حتى اللقاط، نبدا نورق العجينه بحال هكا تجي رقيقه العجينه بزاف، ما خصكمش تخليوها غليظه. قلت لكم انا خليو العجينه ترتاح مزيان وتطلق راسها، باش ملي تجيو تطلقوها تلقاوها ساهله ماهله تبارك الله تطلق بحال هكا. انا دابا كنبتعد نوصي رجع على برا هكا المشاهدين ديالي، ديرو الورقة رقيقة باش كتجيكم ساهله، كتجي محيشة رائعة. الوص جر على برا بحال هكا خليش الوص غليظ هاكم المشاهدين ديالي تا تسالي العجينة كوب هكا مزيان باش كتجيكم الورقة غزالة تبارك الله. دابا راح نساليناها بطليق ندوزو نعمرو ان شاء الله. انا بديت كنعمر في المحيشه هذا كان المشاهدين ديالي، ندوز معها كامله بحال الطريقه حتى الاخر. وكنبدا الرولي بحال هكا كندير هاد الطرف هذا على هاد التعميره كامله بحال هكا، وكنبدا عاد كيسو معاها مع الورقه رقيقه بزاف كيسو معاها وعطيوها خطر مزيان تبارك الله كتجي رائعه تبارك الله. هاد المحنشه هادي انا دابا كنجمع بحال هكا تبارك الله حتى تاخر العجينه، احنا دابا لويناها ها هي دابا بحال هكا تا كنطلقوها مزيان باش داك التعميره كتجي فيها مقاده. دابا ها حنا طلقناها هادي نبدا نلوي بسم الله العجينه، ملي كتستريح كتسهل عليكم الامور كتصعبش عليكم الوقت. العجين ديالي الغاليين انا دابا راه كنجر فيها بحال هكا حتى كنقدها مزيان. ها انتم المشاهدين ديالي هي دابا هي تلوات، نبدات عن كنطق تانية عاوتاني هي من احسن كبروهم ديروها كبيرة باش كتجيكم زوينة، واللي بغا يديرهم صغار يديرهم مكاين تا مشكل، حتى الصغير نتا هما كيجيو رائعين. انا دابا راه كندفع الوص على برا باش كتجيني الورقة رقيقة، ها
كنفي الغليل ديالي كنشمع العجينة كاملة بحال هاد الطريقة، كنساليها ملي كنعمرها كنبدا عاوتاني كنطلق فيها على الطاولة. الصلاة على النبي، حنا دابا طلقناها مزيان. دابا درت واحد جوج كويرات، هما الاولين راهما درتهم في الطاوة. انا دابا غادي ندير الثالثة ان شاء الله، باش غادي ندير وحدة كبيرة. انا كنلوي، راه كندير التعميره وكنبدا نلوي على كالمشاهدين ديالي حتى لفان العجينه حتى الاخر ديال العجينه. ما تخافوش منها، اللي كتكون العجينه مطلوقه ما كتعذبكمش. ها انا هكا الغزلان ديالي حتى كتوصلوا لاخر العجينه. ها انا هكا دابا راه كنبدا نجرب فيها، كنطلق في العجينه هكا مزيان باش كتجيني سهله. انا في المشاهدين ديالي نقطع شهر نسدها هكا. دابا انا راه كنطلق فيها مزيان، كنجبدها المره ديال العجينه بحال هذا. تسقوا مع اخوه مزيان باش ما تحلكمش. انا دابا كنلويها مع اختها. ها هكا المشاهدين ديالي، تبارك الله كتجي رائعه، كتجي واعره ما شاهدتمش. يا الغزلان ديالي حنا غنجيبو عاوتاني وحده اخرى. بقى لي هاد الكريصه هادي، تبارك الله، اللهم بارك، زيد الخير والبركه يا رب، اللهم زيدنا من الارزاق ديالك يا سيدي ربي. الحمد لله على نعمه الله سبحانه وتعالى. الله يجعل سيدي ربي يزيدنا من خير ومن فضل الله سبحانه وتعالى. انا كنطلق الاخرى المشاهدين ديالي. ها هكا تبارك الله كتجي رائعه، كتجي رقيقه العجينه ملي كتطلق وتستارع، تسهل عليكم الوقت، ما كتصعبش عليكم. دابا الانسان عيان شويه مع رمضان لا وداخل العجينه تستارع، عادي يبدا الانسان يطلق فيها. ودوني يداكم شويه الزيت باش ما تلصق لكمش في يديكم. دائما جروا هذا الوص يرجع على برا بحال هكا. ها هكا الغزلان ديالي، الصلاه على النبي، اللهم صل على الحبيب. كنبدا من هاد الجنيبات هكا كنعمر، ها كنبدا ندير في الوسط، كتجيني ساهلة تبارك الله. ها حنا المشاهدين ديالي، حنا دابا سالينا، ندير لها بحال هكا، بحال هكا، وكنبدا الرولي. كنجمعها مزيان، احنا بدينا دابا كنلويو. الطريقة تبارك الله سهلة وبسيطة، أي مرة تبارك الله تقدر ديرها في دارها. ما تخلعكمش العجينة، زعمو في هذا رمضان تبارك الله الإنسان كيستافد بزاف ديال الحاجة. كونو زعمين صلاة النبي. الزعامة راه زوينة، من هذا المزعم بحال هكا راه ما كيسر لك الله سبحانه وتعالى. ما عمر الانسان يكون خوف في شي حاجة، دائما يكون زاعم تبارك الله، ويكون يكون يتشجع مع نفسه، يتشجع مع خاطرو، ما يتعصبش الانسان. نادم هو تبارك الله مصايب المسائل ديالو على حقها وطريقة. صلاة على النبي، صلاة على الحبيب. حنا سالينا دابا المسائل ديالنا، الحنشة ديالنا قديناها، دابا نخليوها تستراح واحد شويه، نبداو نقادو فيها تا تسرع باش ما خرجناش الحشوه ديالنا من العجينه. نرجع ان شاء الله ندهنها وصفار البيضاء، وغادي نرجع نطيبها ونشاركها مع خوتي ان شاء الله الطريقه ديال الحنشه كي جات. صفار البيضاء وشويه ديال التحميره، شاهدوا معايا المشاهدين ديالي باش كيجي اللون ديالها ذهبي، كتجي رائعه في المنظر. كندهنها بحال هكا كلها، كندوزها هكا بدي. احنا دابا كندهنو، تبارك الله الحنشه ديالنا تبارك الله وجدات. ديروا فيها الحنشه ديالكم، دهنوها مزيان بالزيت باش ما تلصق لكمش، الا لصقت تما بقات. اللهم دهنوها بالزيت دائما، ضربوا الحساب للحاجه اللي باغيين ديروها. الا كانت اوراق الزبده ما دهنوهاش، وان الا كانت منها الطاوه خصكم دهنوها بالزيت ولا بالزبده مزيان.
ربح شويه ندخلها ان شاء الله الفران طيب. في النهائية الغزلان ديالي ديال المحيشاكي جات تبارك الله، جات رائعة، جات واعرة، ما شايفكم شي. نتمنىكم تدعموني، وكان بغي نطلب منكم تدعموني، والله يسهل علينا وعليكم، وديروا لي ابوني، وشكرا بزاف، راكم مشكورين وعزيزين وغاليين.